بسم الله. Lektion 7. Ich kaufe im Supermarkt ein. Ich kaufe im Supermarkt ein. Hier trennbare Verben. الأفعال المنفصلة. فيوجد أفعال لا تنفصل. ويوجد أفعال متصلة بأحرف ولا تنفصل. ويوجد أفعال متصلة بأحرف وتنفصل. Ich kaufe im Supermarkt ein معناه أنا أشتري في أو أتسوق في السوبر ماركت. أين كوفا قسمها أين وكوفا. طبعا الأين بعض الأحيان لديه بعض المعاني الثابتة، وأظن غالبا لا. فإيش كوفا أين، فهنا نرى أنه تغير. إيش als erstes، مثل الإنجليزي نبدأ دائما بالفاعل وبعدين الفعل، فكوفا أخذنا الجزء الأول، والأين يبقى في الأخير خالص. مثلا لو أضفنا الشيء في النص فيصبح ich kaufe im Supermarkt ein، أنا أتسوق في السوبرماركت. ف ich kaufe أخذنا الجزء الثاني ووضعنا الجزء الأول في النهاية خالص. طيب أريد أن نضيف أشياء أخرى نضعها في النص كمان. ich kaufe heute im Supermarkt ein، فأنا أشتري اليوم في السوبرماركت، والأين جعلناه دائما في الآخر. حتى لو أضفنا الساعة، المكان، أي شيء مع أي شخص مثلا، هذا كله في النص. هنا لدينا trennbare Verben، ein kaufen قسمها، فيقول ich kaufe im Supermarkt ein، جعل الكوفن أو الكوفة position 2، يعني يبقى دائما في المكان الثاني. im Supermarkt الأجزاء الجملة الأخرى فهي تبقى هنا، والأخير يصبح دائما أين. طبعا هنا مودال فيرب ونترينبار فيرب لو ركبناهم فيصبح كيف إيش مس مورغن أينكوفن، فالمس كما تعودنا في المكان الثاني، باقي الجملة أيا كان الوقت الزمان حروف الجر اسم مجرور نظام هنا، وبعدين أينكوفن كما هو. trennbare Verben im Nebensatz. يوجد شيء لازم تعرفونه، Nebensatz und Hauptsatz. فالهوبتساتس كلما اقترب الفعل للبداية يصبح هوبتساتس، أما النيمزاتس في الجملة النيمزاتس الفعل يبقى دائما في البعيد عن البداية. مثلا Ich gehe jetzt ins Bett، أنا أذهب الآن إلى السرير، فاصلة بسبب الفعل. الآن هذه الجملة كأنها تمت نوعا ما، فهذه Nebensatz يعني جملة جانبية. weil ich morgens immer schon um 6 Uhr aufstehe، فالإيش هنا في البداية والأوفشتيه هنا في الآخر، فهو Nebensatz بسبب ماذا؟ بسبب ال weil. ف ich gehe jetzt ins Bett، أنا أذهب الآن إلى السرير، لأنني كل صباح بسبب الأس morgens يعني jeden morgen كل صباح immer دائما um 6 Uhr aufstehen أستيقظ دائما في الساعة السادسة. إلى هنا أي سؤال؟ طيب trennbare Präfixe، طبعا هذه الأشياء أو هذه الأجزاء تسمى Präfixe. فلدينا الأب مثلا أب فاغن يعني أبدأ في الذهاب في الباص مثلا. uncommon وصول مثلا. aufstehen مثلا. طبعا هنا يعني الكلمة هذه أو الجزء هذا ليس لديه شيء ثابت أو معنى ثابتة. aus مثل ausschalten أغلق المفتاح أو الضوء. einschalten أفتح الحاسوب مثلا. fernsehen مثلا مشاهدة التلفاز. herkommen آتي له هنا. mitkommen أذهب معه مثلا. stattfinden مثلا. نعم هو في حاجة اسمها شتات تايلن؟ stadtteilen
هذه أجزاء المدينة، لكن هي هذا اسم، ليس فعل. تايل نيمن مثلا يشارك فيه. أم فاغن يسوق حول شيء. فور لا، أنا حاليا هنا للفو ليس لدي فعل. ذك جيهن أذهب من هذا المكان مثلا. ذك جيهن فايتها فاغن أكمل أذهب بالسيارة. سو لو أحد لديه فعل يكون جيد. سونيمن سونيمن تمام، جيد جدا. سونيم يأخذ وزن أو يزيد الوزن. سو ريشت und zurück، هي هنا zurück فاضل مثلا، أرجع بالسيارة. سو ريشت finden، لكن صعب. طيب zusammen، zusammen kommen مثلا، أن نلتقي مع بعض أو أن نتقابل من جديد. ف der Wort Akzent ist immer auf dem Präfix einkaufen. يعني هنا نطرق قليلا في المد. abfahren مثلا، ankommen. أحد لديه أي سؤال؟